طب واللي ده انا عايز افتح علبه النمل دي. هنفتحها في الاخر خالص، اتفقنا؟ اتفقنا. احنا تقريبا وصلنا للسؤال رقم 2. والسؤال رقم 2 احنا لسه ما جاوبناش عليه، اللي هو ايه اللي انت بتشربه الصبح؟ ها؟ حاجه بتشربها الصبح؟ لا بص، اول حاجه ان انا بشربها الصبح عصير بالشوكولاته. عصير بالشوكولاته؟ ايوه. طيب وراله وشوكولاته. هو مش عصير بالشوكولاته، هو حاجه بالشوكولاته بيسموه ايه؟ لبن بالشوكولاته. صح، هو بس من غير شوكولاته بقى، يبقى ايه؟ يبقى شوكولاته يعني من غير اسم خالص. لا يعني احنا بنجيب ايه ونحط عليه الشوكولاته؟ بنجيب كوبايه وبعدين نحط عليها الشوكولاته ونقلب بالكوبايه ونكسرها. لما بنجيب الكوبايه ونحطها بنحط فيها ايه وبعدين نحط عليها شوكولاته؟ بنحط اي كلام. بنحط حاجه بيضة على الشوكولاته لونها ابيض. ايه؟ اي كلام. اي كلام ايه بس؟ حاجه بنشربها الصبح لونها ابيض. لا انا بص هجاوبك على حاجه ثانيه. ايه الشرب ده واللبن وكده؟ الله. طب ما انت قلت اللبن. ما انت قلت اللبن. انت عايز تجاوبني على اي حاجه ثانيه غير اللبن؟ بص هجاوبك على حاجه ثانيه. طب خليني اقول الاول إجابة صح.